كنقول ديري الفرصه الا ان اتمين غاليا هذه المناسبه من مدرسه جمال الدين الافغاني ومديريه وزاره التربيه الوطنيه وبشراكه مع الجمعيه المغربيه لادماج الاطفال المعاقين ذهنيا وشركه النقل الحضري فوغال. كانت مناسبه ذات ابعاد انسانيه وفرصه لتوزيع بطائق النقل المجانيه من المهدات من طرف الشركه المذكوره. ذلك انه وبمناسبه اجتماعات اللجنه الجهويه للتكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف تمت اطاره مشكله الهدر المدرسي. وكانت فرصه لاداره مؤسسه جمال الدين الافغاني لادراج هذه الاشكاليه ضمن مجموعه من الخلاصات التي انتهى اليها اجتماع الخليه الجهويه للتكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف. ولقد لقيت هذه المبادره تجاوبا منقطع النظير مع الشركه التي تجسد مقاربه ديال المواطنه والعمل الانساني. هذا اليوم هو يوم مشهود ياتي في عز الاستعدادات لتخليد ذكرى المسيره الخضراء الغراء، وايضا يكرس لمقاربه تقوم من خلالها النيابه العامه على الانفتاح على محيطها الخارجي وعلى القيام بكل المبادرات الكفيله بمحاربه ظاهره الهدر المدرسي بمشاركه مختلف المتدخلين، وذلك تمشيا مع دوريه رئاسه النيابه العامه في هذا الاطار. وشكرا. محمد مرابط، رئيس مدير عام شركه حفيده فوغال. هذا شرف كبير لي وللشركه ديالي اللي اليوم كنا حاضرين مع هاد الامهات وهاد التلامذ على حسب الوضعيه ديالهم، وتلقيت انا الشكر بزاف من عند المنظمين ومن عند المدير ومن عند، ولكن ما نستاهل كاع الشكر هذا، لحقاش هذا اقل ما يمكن نديروه. الا حنا شفنا هاد الوضعيه نتاع هاد الناس وما وقفناش معاهم، هي حنا ما فينا لا روح وطنيه لا انسانيه لا والو. هاد الناس يستاهلوا اكثر، والله يعاونكم، الله يعاونهم على هادشي. اولا اليوم حضرنا لواحد الحفل متميز بحضور السيد الوكيل العام ديال محكمه الاستئناف والسيده نائبه الوكيل العام السيده نعيمه اشرقي ورئيسه كتابه النيابه العامه والسيد مدير شركه فوغال، باش قدموا واحد 200 بطاقه التلاميذ في وضعية إعاقة اللي كي تمدرسوا في مدرسة جمال الدين الأفغاني. وهذه بادرة من بوادر الخير اللي كتحسب لهاد الناس هادو، وكنشكرهم جزيل الشكر على هاد العمل اللي قاموا به. وعتقوا هاد الوليدات اللي كانوا كيعانيوا من النقل المدرسي، اليوم حنا كنعاود نجدوا لهم الشكر، كنجدوا الشكر لسيدي الوكيل العام، لأن هاد الرجل المواطن اللي وقف بواحد السرعة فائقة باش وفر لهم هذه البطاقات مع هذه الشركة، وكنشكرهم جميعا وشكرا لكم.